وقلنا له باننا جينا هنا باش نبينوا لك على حسن النيه ديالنا كمنخرطين، لان هادشي اللي كنعيشوا فيه كاملين راه ماشي في المصلحه ديالنا جميع، وجينا باش نطلبوا منك الله يجازيك بخير انك تجمع لنا عاود الجروب، تحاولوا انكم ديروا التدريب ديالكم بشكل اعتيادي وتدخلوا للبطوله، لانه حنا رحنا لاعبين على البطوله وما يمكنش نبقاو في هذه الحاله. فاذا بينا كيقول لنا السي محمد بانه كاين 7 شهور ديال المشاكل، وانا اللعابه راه ما يمكنش نجمعهم اليوم ونجمعهم غدا، لدرجه انه اللاعبين كيتسالوا واحد المجموعه ديال المناح وواحد المجموعه ديال المناح حتى ديال الاشطر، وكذلك بعد الرواتب الشهريه.